أحدهم يخرج من أجل المناكف، يعني يقول لك مثلا هل يمكن للنقيضين أن يجتمعوا في اللا نهايات؟ يعني طبعا في اللا نهايات، لأن أصلا بتحكي عن إشي غير معرف. هل يمكن أن يكون كل ما في الوجود تضاعف مرتين؟ لا أحد يستطيع نقد مثل هذه الأشياء. فلذلك تعقيبا على ما تفضل فيه العزيز طوبة، هو في هناك القضايا التي تبحث التي يمكن الوصول فيها إلى إما إثبات أو نفي، يعني القضايا التي يمكن الوصول إليها إلى حكم بالصدق أو بالكذب. لكن هل توجد قضايا أخرى تقع فيما بينهما؟ نعم، توجد قضايا أخرى تسمى قضايا فارغة. ما دام الحكم لا يستطيع أن يصل فيها إلى قضية أحادية فهي تعتبر قضية فارغة. أنا لا أريد يعني الآن يعني تقديم أدلة، ولكن كثيرة هي أصلا موجودة في هذا الإطار للتدليل على أنه يمكن الوصول إلى قضايا فارغة. والقضايا الفارغة يمكن مثل المعجون، يعني تحورها كما تريد يعني، ولكن لا تقدم نوع من البرهان. أنا أعتقد أنه في نهاية المطاف إذا تعذر أنك تصل لناحية يقينية فأنت انظر هل هي مفيدة أم غير مفيدة، يمكن أريح ما يمكن، يعني أكثر بساطة الذي يمكن يؤدي بك إلى على الأقل اتخاذ جانب يمكن فيه كثير من النسبة إيمانية لا أكثر ولا أقل. شكرا. طيب، انطلاقا يا دكتور من الفكرة اللي أنت بتقول بيها إن الـ إن الـ 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 الناحية العلمية مش هتقدم ولا تأخر، يعني فايه تعليقك بقى على اللي كل مثلا ما يجي حد يتكلم، لا انت بتعرف انه علميا كذا، انت بتعرف انه في دراسة بتقول انه كذا. يا حبيبي احنا بنتكلم دلوقتي في حكم عقلي، في عقليات، فايه دخل الموضوع ده اللي انت بتستدل بيه على حجة عقلك انت او حجة كلامك انت؟ وعزيزي محمد، يعني من زمان معروف في فلسفة اسمها الوضعية المنطقية، والوضعية المنطقية ملخصها تقول إنه مواضيع العلم هي تلك المواضيع التي يمكن تحت خط أن تكون موضوعا للتجربة. يعني يمكن، يعني ممكن الآن تكون موضوع للتجربة، ممكن في المستقبل تكون موضوع للتجربة، لكن إذا لم تكن موضوع للتجربة فليست من قضايا العلم. فقضايا الميتافيزيقا هي ليست موضوعا للتجربة، ولذلك هي ليست قضايا من قضايا العلم. طيب من أي نوع من القضايا؟ هي قضايا من ناحية المنطق، والمنطق في عنده قواعد يعني يعترف بها الجميع. ولذلك أنت تحاكم على يعني بنية أو أساس، كمن يبني بيت مثلا عنده الأساسات من الخرسانة والإسمنت بشكل جيد وبالتالي يبني. فيمكن يبني بشكل دائري، ممكن يبني بشكل مربع أو مستطيل، يمكن طابقة أو طابقين وهكذا. فالمقصود في أن القواعد المنطقية في المحاكمات العقلية تستند إليها بالتأكيد ولا يمكن الخروج عنها، ولكن ممكن في داخل النسق الفكري تدخل أشياء خلسة أو بدون قصدها لا تمت إلى ذلك النسق من وجهة نظر يعني من وجهة نظر موضوعية، يعني بمعنى أنه ليس لها تحقق في العالم الموضوعي. فبالتالي هنا يصبح أنه في المنظومة شيء دخل فيها غريب ليس من حقه أن يكون إحدى اللبنات التي يمكن الاستمرار في عملية البناء بناء عليها. ولذلك دائما نعود مرة أخرى أنه يعني يجب اختبار أنه ما كل ما تقوم بخطوة في هذا النسق هل له مقابل موضوعي، يعني هل له مصداق لذلك أم لا يوجد له مصداق. إن لم يكن له مصداق فبالتالي أنت في بنائك في نوع من الإضافات الزائدة التي لا تحتمل أن يكون البناء مبني على أساسها بشكل واقعي. هذا هو الفرق يعني، بس الوضعية المنطقية بيّنت ذلك. فالعلم يستخدم في المماحكات لا أكثر ولا أقل. في منطقة طبعا إذا كان في الدين في شيء له علاقة بالنواحي المادية فممكن يتحاكم النواحي المادية للقضايا العلمية، هذا لا جدال في ذلك. لكن إذا كانت القضايا ميتافيزيقية فبالتالي لا يمكن إلا بالقضايا المنطقية. وهذه وجهة نظري، تفضل. يعني علة ومعلول دلوقتي يا دكتور نقدر نقول إنه 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 في تراخي للمعلول عن العلة بدليل علميا، مثلا لما بنيجي ننطلق ونبدأ ندي أمثلة علشان نقول إن العلم بيقول بتراخي المعلول عن العلة؟ لا، شوف، العلة والمعلول محل نقد من عدة اتجاهات بغض النظر عن اعتقادك الديني أو اللاديني. العلة والمعلول أولا يعني أنت ما تعرف كلاسيكيا أنه أولا في أول نقد أنه لها علاقة بالمكان والزمن.
طبعا من وين مستقاه؟ من انه يكون في عندك شيء حدث، وبالتالي واحد سألت وقال لك انه السبب هو واحد في الصين مثلا لشيء في بيتك، طبعا لا تصدق. او قال لك جدك العاشر، لا تصدق. يعني اذا لم يكن في هناك ارتباط مكاني وتعاقب زماني بالنسبة للحدث، فانت لا تستطيع ان تصدقه. فإذا أنت كملت يعني من ناحية الاستقراء لكل العلل الممكنة، فسوف تجد أنه يجب أن يكون لها ارتباط بالزمان والمكان. الناحية الثانية أنه العلية ليست يقينية. يعني مثال، أنت أيضا عندما تقول أنه في هناك عندما تبدأ الغيوم في درجة حرارة معينة يسقط المطر، وبالتالي ينبل الشارع أمام مثلا متاجر معينة، فمر شخص ولا وجد أن الشارع مبتل، هل يمكن له من المعلول أن يعود أنه نعم كان في هناك مطر، أو أن الناس يمكن جاءت سيارة البلدية ورشت الشوارع لأن الجو مغبر أو ما شابه ذلك وهو لا يدري؟ فبالتالي لا تستطيع حسب ابن رشد الانتقال من الشاهد إلى الغائب، كذلك لا يمكن الانتقال من المشروط إلى بالمناسبة على ذكر ابن رشد، على آه ذكر بس ابن رشد الكلمة دلوقتي. الأخيرة، من المشروط إلى تفضل. اللامشروط، إلى اللامشروط، تفضل. طيب، على ذكر ابن رشد، يعني الكلام اللي كنا اختلفنا فيه، وانت قلت ان طبقا لابن رشد كذا، واساله الدكتور رياض، ما اعرفش لو كان حد حاضر هنا تاني يوم، جاء الدكتور رياض هنا قلت له يا دكتور رياض، هل ابن رشد قال الكلام ده واحد اتنين تلاته؟ انا طبعا مش حابب اعيد الموضوع، اتمنى لو في وقت تاني يكون هو موجود. فسالته وقال لي لا، كلامك اللي انت قلته كان هو ده اللي انا قلته واحنا متناقشين فيها قبل كده، فدي مؤجله لغايه ما يجي برضه، لان انا حابب وجوده في النقطه. اما بالنسبه لوصف الماء على الارض، هو الانفكاك اللي بيحصل في التوصيف مش في حقيقه الشيء نفسه. بمعنى ان انت لما بتحكم على الارض، بتحكم على الارض ان هي عليها ميه، نزل عليها ميه، الميه دي من مطر، الميه دي حد كبها، الميه دي بغض النظر، لكن ابتلال الارض هو من الميه، لان في ميه سقطت هنا، خلاص هو ده. اما لا سبب لا لا السقوط، تفضل. انت ميوتد لا عزيزي. آه ماشي الحال، يمكن أن تكون في أسباب مختلفة، وبحكم العادة ترجعها مثلا للمطر، لكن مش السبب المطر. يعني لذلك إذا قلت لك أنا المشروط لا يؤدي إلى اللا مشروط، هذا حسب رأي كانط. وعند ابن رشد الشاهد ليس دليل على الغائب، يعني لا تستطيع أن تكون الأسباب تعتبرها أحادية وفردية في حط في شيء خيطي لتقول أن هذا هو السبب مباشرة، وفي تلازم بينهم لا يوجد أي تداخلات معه. ولذلك يعني هذه القضايا معروفة للجميع يعني. أما إذا كنت بتغمض عينك عنها وتعتبرها أنه لا هيك بهذا الشكل أو ذاك، ولحجة تريدها من ناحية إيديولوجية، فهذا يرجع للشخص. لكن أنت بدك تكون منطقي وتعرف أنه عند الفلاسفة وعند المتكلمين وعند كل واحد بفكر أنه في قضايا من هذا النوع مطروحة، وبالتالي لا يوجد فيها يعني رأي قاطع مانع. عرفت كيف؟ هذا اللي أودت أن أقوله في هذا الموضوع. بالنسبة لما قالوا، ما أعرف، أنا نسيت يعني، لأنه يمكن ختيارة مظبوط، بس اللي بدي أقوله أنه هو عنده الهيولي يا عزيزي. ليش الهيولي؟ يعني هو المادة في الفلسفة الحديثة، وأسأله كله هل الهيولي أزلي أو سرمدي؟ بقول لك آه، ما في هيك، يكفي يعني فلسفة أرسطو. إذا نقد فلسفة أرسطو فممكن يغيرها هو، بس الهيولي في عند أرسطو يعتبر سرمدي، يعني ليس له بداية وليس له نهاية. تفضل. انا كنت لسه هقول لحضرتك يا دكتور تخميل، يعني من وجهة نظري ابن رشد، مش عارف هل حضرتك كنت تتفق، لا مش فيلسوف، هو كان ناقد بس معظم كلام ارسطو يعني. ما دي محل إشكال برضه، في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول لا. تسمحوا لي بمداخلة قصيرة؟ اتفضل، بس أرجو ما يترتبش على مداخلتك مشاكل، لا أنا هاجي مشاكل الكلام ايه يا اتفضل. اخي؟ انا لا سمعت اتفضل. الدكتور تخميل يتكلم عن العلة والسبب، ورأيته كأنه أعطى معنى العلة بمعنى السبب، ربطها، لا أعرف، أو أنا أكون فهمت خطأ. بداية، أنا الذي أعرفه أن العلة هي ملازمة للمعلول، لا تنفك العلة عن المعلول، لا، في يعني من بحيث يستدل مثلا يا شيخ على بقى، ما هو ده مبدأ الكلام اصلا معاه. انا بقوله في من اصل الكلام ايه؟ انا مش عارف لو سمعتني ولا لا في الاول، لا ان أنا في الآن حد سمعتني ساعة ما اتكلمت في الاول، صح؟ لا أتيت الآن متأخرا، ما طيب، هو سمعتش. ما فيش دقيقتين بالظبط، الكلام ده قبل دقيقتين بالظبط. انا بقوله في حد بيستخدم مثلا، هو بيتوهم حجة علمية علشان يقول بانه المعلول يتراخى عن العلة. طبعا قطعا لا، مستحيل يتراخى المعلول عن العلة، مستحيل. ما هو خلينا نحن علينا أن نفصل بين السبب والعلة.
العلة هي ما العلة ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه. ها هي العلة، هي حادث يتوصل به إلى حادث. كذلك السبب هو حادث يتوصل به إلى حادث وقد يتخلف مسببه عنه. مثال العلة هو مثل حركة، مثلوا فيها، مش أنا اللي عم مثله يعني، إنما مثلوا فيها كأنك كحركة الإصبع الذي فيه خاتم. إذا تحرك الإصبع تحرك الخاتم، الإصبع ساكن لزم سكون الخاتم، وهذا تلازم، فحركة الإصبع لزمت واقتضت حركة الخاتم. أما إذا لو جئت للسبب، السبب هو كما قلنا أنه حادث يتوصل به إلى حادث آخر وقد يتخلف مسببه عنه، مثل الدواء والشفاء. قد يتعاطى الإنسان الدواء ويشفى، وقد يتعاطى الدواء ويتخلف السبب الذي هو الشفاء، وهذا حاصل. أما بالنسبة للعلة، ما عرفنا أنها تراخت عن المعلول، يعني لأنها مثال دائما يا تقصد شيخ على التلازم. مثال كرة البلياردو مثلا، لما تضربها بالعصاية فتخبط الكرة التانية، دلوقتي علة حركة الكرة التانية ايه؟ هو اصطدام الكرة الأولى بيها، صح كده؟ نعم، بس لكن جميل. بس خليني سبب أخبرك. حركة الكرة التانية ايه؟ السبب بقى اللي انت بتتكلم عليه، هو سبب السبب ممكن يكون السبب اني انا اللي خبطت الكرة الأولى، ماشي مفيش فهمت. مشكلة، لكن علة الحركة هي اصطدام الكرة الثانية بيها، الكرة الأولى بالكرة الثانية، ما هنا هو مفيش انفكاك أبدا. الله إليك، هو مثال الإصبع أقوى، الإصبع والخاتم أقوى، لأنك قد يتأتى من قوله للبلياردو مثلا أنك ضربت هذه الكرة لتصوب عليها فانحرفت عن مجالها مثلا. إذا أردت أن تقول التلازم، فأنت بحركة الإصبع الذي فيه خاتم هذه، يعني أراها أنا أنه مثال أقوى من البلياردو لو شئت. طيب، هل حدوث العالم متصل مع قدم العالم أم لا بهذه الطريقة؟ نحن لا نقول أن كيف حدوث وقدم، لا، هذا جمع بين ما هو نقيضين، أنا أن يكون بسألك، هل حادث. هو عالم قديم يعني أم حادث؟ يعني لا، حسب حادث الأشاعرة ولا حسب حادث. التيمية؟ طب ما هو بده يكون في تلازم للعلة والمعلول بتقول. لا، ما أقول، نحن لأننا ننفي العلة عن الله، لا نسميه علة أصلا، ولا نقول أن وجود الله يقتضي وجود العالم، طيب إذا نحن لا لم يكن نسميها علي، علة. هل هو سبب يعني ولا ماذا تقول؟ هو خالق الأسباب والمسببات. نحن عندنا يقولون في المتون، لو رأيت من قال بالطبع أو بالعلة فهو كفر عند أهل المله. لا، هذه اتركني من القضايا الإيمانية، احنا الفلسفة مش فيها إيمان لا هذه، نقولها، يعني لا ها نقول أن الله فيها ما علة، فيها يعني إيمان يعني. ننفي العلة، ننفي العلة عن الله، ننفي أن يكون علة أصلا. إذا سبب يعني تقول. لا نقول خالق الأسباب والمسببات محدثها. ما هو عزيزي مش قادر تتصور، انا اذا لو دخلت كان الدين ببطل احاورك، أقول لك ليش، ما حدا بدخل الدين في قضايا فلسفيه، أقول لك اما ان ليش، تقول يا علي يا سبب يا تعطيني توصيف اخر. أقول لك ليش، لأنه نحن بالتعبير، نحن مقيدين بالتعبيرات في حق الله تعالى. لو قلت لك سبب لصار حادثا، ولا ألزمتني، ما هو لا اذا هيك يمكن. انتهى الحوار، لانه بقولت لك اذا واحد دخل في اي موضوع الله او الخالق او كذا بينتهي الحوار معه. أنت بتتحدث بشكل أنت الذي منطقي. أردت. بس لأنه أقول لك ليش، لما بدك تقول لي سبب، أنا سلمت لك أنه حادث، لو قلت لي علة سلمت أنه حادث، فأنا لا أقول لا أنه سبب ولا علة، على هذا نكمل. طيب وكيف يعني التيمية تقول بأنه قديم، أو يعني الدكتور رياض يقول بأنه قديم والأشاعرة يقولوا حادث، يعني أي منهم، هل هو علي أم سبب عند كل منهم؟ لا يا لا يا دكتور. عند الأشاعرة الله تعالى لا سبب ولا علة. طيب ثواني، طيب ثواني، هو سواء الكلام عن ابن تيمية أو عن الفلاسفة أو عن الأشاعرة، في النهاية الكل مش متعدي للجزئية اللي أنت بتتكلم فيها دي يا دكتور تخنين، لأن ببساطة شديدة، وهنا هنرجع تاني للكلام بتاع ابن رشد. ابن رشد بيقول بصريح العبارة العالم له بداية، نقطة انتهى. شوف عزيزي، هو إذا بدك يعني اللعب على الألفاظ، ممكن أي واحد يستطيع يلعب على الألفاظ. القضية إحنا بنتحدث الآن عن المعاني وعن الضبط للكلمات في نطاق فلسفي. يعني الآن إن قلت لك كل ما في الوجود تضاعف مرتين، روح اثبت لي العكس، هذا كلام فارغ اسمه. ليه؟ لأنه أنا نقلت نقطة الارتكاز من داخل العالم كما هو معتاد، لأنه لا يمكن، إلى شيء خارج الوجود ككل، وهذا لا يمكن.
فبالتالي القول مثلا في نهاية المطاف بالنواحي الإيمانية في القضايا المنطقية ليس له أي فائدة، تذكر إلا بقدر ما يكون الإنسان مؤمن بذلك شخصيا، لكن لا يحتج به على أي قضية. هنا نتحدث عن مفاهيم اسمها العلة والمعلول، السبب والمسبب، الناقص والكامل، النظام طيب والمنظم، ماشي ماشي وهكذا. ماشي ما ماشي دكتور، بنتحدث عن قضايا لا هو موجود في الزمان ولا هو خارج الزمان. كيف جميل يعني ما جميل، في عن أي شيء بتتحدث أنت إذا؟ لأنك جميل هذا جميل قياس جميل. وهم، أنت ثواني أردت. آه تفضل. ثواني، هو الـ وفقا ليك أنت يا دكتور تخين، طبعا اللي حاكم المنطق التجربة، أليس كذلك؟ آه بالتأكيد طبعا. اه وفقا ليك انت. لا طبعا ده كلامك انت مش كلام انا، ما بقولش طبعا من كلام ده، بس كلامك انت طبقا لكلامك انت، هل كلامك بمثابة الدليل ولا الاعتراض في مسألة الكون نفسه ككون؟ لان لو كان كلامك بمثابة الدليل فلا دليل اصلا، فلا دليل، لان ما فيش تجربة مستقاة من الواقع الموضوعي دلوقتي. اما في نشأة الكون فما فيش تجربة، لان ما فيش كون وما فيش تجربة اساسا، ما فيش معطيات لا ليها. لا، يبدو أنه في هنا خلط. إحنا بنقوم أولا بمراقبة العالم الموضوعي، وتكرار التجربة يؤدي إلى تعميم. يعني ما هي الفلسفة أصلا؟ الفلسفة هي تعميم للنتائج المترتبة على التجارب الفردية التي يمكن أن تتجمع معها على أساس جهد جماعي بشري على مر الزمان يعني في أي مكان وعلى مر الزمان. لذلك عندما نقول مثلا في هناك بديهيات عقلية وفي مسلمات، هو خلاص يعني الجميع يعني يعتقد بأنها هذه الأمور لا جدال فيها، فهذه القضايا تصبح وكأنها الأساس الذي تقيس عليه أشياء أخرى. فعمليا قياس الأشياء الكبرى مثل الغائب يعني أو الميتافيزيقا، ومن أين يأتي أصلا؟ من أين لك أن تخترعها؟ لولا لم يكن عندك قياس معين من أشياء أصبحت كقواعد أساسية للتفكير. ولذلك أنت في نهاية المطاف تقول بتلك ويمكن مناقشتها سواء عقليا أو إذا أردت إذا كانت قضايا مادية فهي تجريبيا. لكن ما دمت أنت تقول أن هذه القضايا ليست مادية، فبالتالي لا يبقى لك إلا توزينها حسب القواعد المنطقية المستقاة من التجربة والتي تعممت عند كل البشر على مر الزمان. ولذلك هو في نهاية المطاف يعني النقد اللي أنا بديت حتى في حديثي مع العزيز طوبة، إنه المشروط لا يؤدي إلى اللا مشروط، والشاهد لا يؤدي إلى الغائب إلا بقصد ترجيحي ولكن ليس بقصد يقيني. فبالتالي أن يكون عندك ناحية ترجيحية ممكن، حتى لو تساوت النواحي الترجيحية في الإيديولوجيا عند هذا الشخص أو ذاك، فيمكن في النهاية اختيار المنفعة. إذا كانت أكثر منفعة فبالتالي يمكن اختيارها. لكن تقول لي أن هذا القول الفصل القاطع المانع الذي لا جدال فيه حول حقيقة لا يمكن أن يكون لها يعني فالس، أو خلينا نقول تخطئة، فهذا كلام يعني إيماني وليس كلام فلسفي. تفضل. جميل. هل العالم بالغير ولا بالذات يا دكتور تخنين؟ انا ما فات كلامي اللي هقوله دلوقتي كله، ما فات كلامي ردا على جمله واحده انت بتقولها، ان المشروط لا يؤدي الى اللا مشروط. لا انا ما بقولش كلامك ده، انا بقول ان المشروط ينتهي الى اللا مشروط، كما كيف انه ما ينتهي يا بالغير. عزيز؟ بتحكي اهو يا محمد كلام غير منطقي، وما تقول المشروط طيب يؤدي الى لا مشروط. ببساطه، العالم بالذات ولا بالغير؟ لا لا، اسمعني شوي، كلمة كلمة. يوم تقول انت المشروط يؤدي الى لا مشروط او المحدود يؤدي الى لا محدود، كلام ليس صحيح، أنا لانه أقول في يؤدي، أنا أقول ما انت بقول ينتهي، يوصل او ينتهي، لا لا ينتهي. أه ما في نهاية هنا، النهاية غير معرفة في اللا محدود ولا مشروط، غير معروف، منطقة ليس فيها تحدد، فلا تستطيع أن تقول أنه ينتهي، لأنه لو كان ينتهي معناها في نهايات يعني. يعني طيب أنت هل خلاص، تستطيع القول بالنسبة للمالانهاية أنه الأعداد تنتهي في اللا مالانهاية إلها كلمة معنى؟ ما لهاش معنى. تمام. إذن العالم بالذات ولا بالغير؟ ما فاهم عليك، إيش العالم بالذات ولا بالغير؟ العالم، مكونات العالم بالذات ولا بالغير؟ أنت بتقول لي بالغير إلى أن تقف عند المادة الأولى، الهيولة مثلا، صح؟ ايش اللي بالغير؟ مكونات يعني، اربط الكلمة بشكل انا استطيع افهمه. يعني يعني كلمة هل العالم بالغير، العالم مش كامل يعني، من الجملة يعني لا تؤدي الى فهم صحيح. طيب حاضر حاضر، تفضل. هل كل ما في العالم قائم بذاته؟ غني، مستغني؟ ما هو عرف من هو كل ما في العالم. انت بتقول كل ولا اه بتقول عن كل ما في العالم؟ يعني تجمع كلية النقيضين، كلية لا لا تجمع انت كلية النقيضين يوم
ما تقول لي كل وما في العالم وتسألني عن الجزء وعن الكل مع بعض، لا فهمت ما علي؟ كل، هل كل أفراد العالم قائمة بذاتها؟ لا، ما في أصلا من أفراد أو جزيئات العالم إلا معتمد على غيره، جميل جدا. إلى أن ما في ننتهي إلى شيء قائم المادة به. الأولى، إلى أن ننتهي للمادة الأولى، أليس كذلك؟ مادة ما في شيء اسمه الأولى أصلا، ما في مادة اسمها طب أولى. هيولى، ها؟ الهيولة عند أرسطو مش عندي أنا. طب أنت عندك إيه طيب؟ كلية تجريدية؟ ما هو يا ريتنا المادة ننتهي للهيولى، آه. لكن عندك أنت بننتهي لكلية تجريدية ملهاش تحقق. طب لا إزاي لا ده بس؟ يا محمد يا عزيزي، وأنا كم من مرة بعدت المهم لا وأنا تعصب، بتمنى. بس المهم عشان لا لا حبيبي مش لا تعصب. معصب، لا لا مش معصب، أنا بعيدها عدة مرات مشان أحاول أوصل أنا وياك لنقطة. النقطة أنت بتعرف إنه إحنا بنسلك سلوك أنا وياك بنفس الطريقة، إنه في عنا عالم موضوعي، في أشياء بتتكون لها صور في داخل الذهن، بتتكون عن هذه الصور مفاهيم اللي هي بتجمع مختلف الصور بغض النظر عن اختلافاتها، بنوصل لمفاهيم أعم فأعم فأعم. هذه المفاهيم إذا كتبنا في جوجل بنسميها الكليات المنطقية الكبرى، وإذا أنت سمعت كلامي أنا بقول يعني الكليات التجريدية حتى بدون ما أقول منطقية الكبرى، فهي نفس الشيء. هذه الكليات هي عبارة عن نسق فكري في داخل الذهن، يعني تراتبية معينة تنشأ. مثلا تقول الطابق الخامس لابد أن يكون تحت الرابع، والرابع تحت الثالث، والثالث الثاني والأول، وهكذا. فإحنا يوم نوصل لتراتبية معينة نقول في هناك تجريد يعني أعم من تجريد آخر في الكليات، نقصد أنه مثلا يوم تقول أنت الخضروات هي في تجريد أقل من النبات، يعني النبات يحتويها. النبات والحيوان في الحياة غير عن الجماد، تحتوي النبات تحتوي الحيوانات. فلذلك عندما نصل إلى أعلى كلية تجريدية اللي أنا وياك متفقين عليها وما في خلاف عليها، اللي هي الوجود. الوجود يعني ما في إشي أعلى منه، يعني كل الكليات الأخرى أقل مرتبة بالنسبة له. إذا بنقول كالتالي إنه إحنا نستطيع أن نقارن هذه الكليات أو هذا النسق الفكري في عملية يعني الطابق السابع أعلى من الخامس، بنستطيع نقول كذلك، أو أعلى من السادس، أو الخامس أقل من أعلى من الثالث. يعني بمعنى إنه لابد من أن يكون في العلو أكثر منه، وبالتالي في داخله وفي باطنه يكون الآخر. هذا معنى الحكي، انه يوم ما نوصل كالتالي انه الاشياء اللي في العالم الموضوع المادي لها كليه تجريديه اسمها كليه الماده. كليه الماده اعلى من الزمان، لانه لا بد من ان يكون حركه في الماده حتى يكون في هناك زمان بالنسبه للراصد. اذا معناه لكنها هي اصغر من المكان، يعني لا يمكن ان يكون هي خارج المكان اعلى. فبالتالي نقول مثلا انه كليه المكان هي في بطن الوجود، يعني اقل من الوجود تجريدا، والوجود أعلى ما يمكن، والمكان في داخله المادة يعني أقل منه تجريد المادة. فإحنا بنتحدث عن أنساق فكرية هنا، يعني عن مفاهيم تعميمية كبيرة للغاية يجب أن يكون لها مصداق. يعني هذا بتقول هل المادة لها مصداق بعدين اللي إحنا وصلنا فيها النسق؟ نعم لها، أي شيء موجود في الخارج نسميه مادة هو عبارة عن مصداق. للمكان كذلك، هذا المكان أو ذلك المكان نفسه. فإحنا في فرق بين أنك تتحدث عن تجربة في العالم الموضوعي اللي هو يخضع للتكرار والتجربة، وفي فرق بين أنك أنت ترى النسق الفكري المبني على البديهيات العقلية والمنطقية والتسليمات الموجودة عند كل الناس في الوصول إلى فهم العلاقة الموجودة بين هذه الكليات وأيهما أكثر تجريداً من الأخرى. فإن سألت لي عن التجريدات ما بصير توصفها بصفات الفرديات، يعني تقول مثلاً متى بدأ الوجود؟ ما حدا بفهمك إيش اللي متى بدأ الوجود. انت بتقول كأن الزمان نقل تحيط بالوجود، طيب وهذا غير وانا ممكن. انا ما سالتش السؤال ده، بس كمل ماشي. لا 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 مش انت، لا انا ما بقول، ما انا يعني عفوا اذا بستخدم لغة انت يعني للتقريب فقط، ما اقصد انك انت يعني، ممكن اي شخص يعني. لذلك عندما تقول مثلا طيب يعني ما هو، خلينا نقول يعني ما هو العرض للمادة، أو ما هو يعني ما دام المادة إحنا بننظر لها في العالم الحقيقي في الماهيات لازم يكون الجوهر له عرض، تقول لي ما هو عرض المادة، أو ما هو صفة المادة، أو ما هي المادة الأولى؟ ما في شيء أولى، لأنك نقلت الزمان كأنك تسأل عن المادة في أول وفي بداية، وهذا غير موجود. يعني لا تقول ما هي بداية المادة، أو ما هو
يعني خلينا نقول العرض الأول للمادة أو شيء من هذا القبيل، لأنه إحنا هنا فقط نستطيع أن نقارن كليات تجريدية ببعضها البعض، ولا تستطيع إكسابها الصفات الفردية للأشياء المتحققة في العالم الموضوع. هذا اللي أردت كده أن انا أقوله. فهمت، آه كده تفضل. انا فهمت. طيب يعني انا الاول كنت ممكن فاهم غلط لما انت بتقول لي مثلا ان المادة كلية تجريدية، فانا اقول انا في دماغي انا بقى كلية تجريدية بمعنى ان ملهاش تحقق، لكن انت لا، ليها تحقق بمعنى انه ليها تحقق بافرادها، صح كده؟ اه طبعا اه طبعا بمصادقها يعني. جميل، اه جميل جدا، جميل جدا. اذا الوجود اللي هو اعم، اللي هو أعلى كلية تجريدية في الذهن، في الذهن مصداقه بالنسبة لك أنت في الخارج، تمام، بمصادقه اللي هو العالم أو العوالم، صح كده؟ لا حتى بمصادقه بمصادقه انا أنا وانت وأنت والكمبيوتر واي حاجة. جميل 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 جدا، جميل جدا. يعني دلوقتي أنت كلامك بأصالة الوجود مش صح يا دكتور تخني. ليه؟ ما احنا في النسق الفكري كنا متفقين، ماذا اختلف هقول لك يعني؟ ليه، هقول لك ليه. لأن دلوقتي حضرتك لما بتقول الأصالة للوجود وليست للماهية، أهو الأصالة للوجود وليست للماهية، خلاص، فاللي بيترتب عليه تحقق الآثار هو الوجود وليست الماهية. طيب احنا بره دلوقتي في الخارج، كل اللي بنشوفه، احنا بنشوف وجود، ما بنشوفش وجود، نرى ماهيات واتحاد للماهية مع الوجود. وإحنا ذهنيا، ذهنيا حللنا الخارج، العالم الموضوعي حللناه، ولقينا إن في وجود وفي ماهية، وحللنا النسق الفكري وقلنا إن الأصالة للوجود وليست للماهية. طيب فالماهية من حيث هي، هي بما إن إحنا حللنا واتكلمنا عن نسق فكري، خلاص، ما هياش أصيلة، وتحقق الآثار مرتبط بالوجود. إذن الماهية مفتقرة للوجود في تحقق أثرها، والوجود لا يفتقر لشيء أصلا، فهو متحقق، هو متحقق. لو جيت لك أنت دلوقتي لما بتقول لي المادة، والمادة كلية تجريدية، فما تقوليش يا محمد إيه هي المادة الأولى، أقول لك جميل أنا مش هسأل إيه هي المادة الأولى. طيب لو أنا رجعت في الماضي يا سيدنا، هل المادة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. يبقى من باب أولى التجريد الأعلى ذهنيا الخاص بالوجود متقدم على المادة، وبالتالي الوجود قائم قبل وجود المادة، لأن المادة من حيث هي مصداقها في الخارج ماهيات، الماهيات دي كانت مفتقرة للوجود علشان ينشأ عنها آثار. فأنا ببساطة شديدة، ومش ببساطة شديدة، العلم حتى بيقول كده، العلم أنا ما بستدلش بيه، بس يعني هو من باب يعني الاستئناس كده، ما بستدلش بالعلم خالص أنا في الحتة دي. لو رجعنا بالزمن لورا، تمام، بنوصل عند نقطة السنجولاريتي وبنقف. مثلا اللي بيقول بقى أيا كان، اللي بيقول لك أنا هقف هنا، واللي بيكمل ببناء منطقي، أو اللي بيكمل بأوهام، أو اللي أيا ما كان اللي بيكمل بعد كده. فالشاهد من الكلام إيه؟ الشاهد من الكلام إيه؟ أهو دكتور رياض جه، تعال تعال أنت وابن رشد بتاعك ده، عشان أنتوا بصم، تعال. كنت بقول إيه؟ آه، فلما بنقف عند حته معينه، المهيات دي كلها ما هياش متحققه يا جماعه، المهيات دي كلها ما هياش متحققه. طيب وفي نفس الوقت الماده القديمه اللي انا مش قادر اوصفها، اللي انا مش قادر اوصفها ولا عارف اديها وصف، انا شايف بس ان هي مشتركه في الموجودات او في المهيات اللي موجوده. حكم الماده بالضروره حكم الوجود اولى منه، فشوف انت هتدي للمادة حكم ايه، واعلى منها بحكم الوجود، لان الوجود اعم من المادة طبقا للنسق الذهني او النسق الفكري اللي انت اتكلمت عليه، بان الوجود هو اعلى كلية تجريدية في الذهن وليس في الخارج. شكرا. نعم شكرا، بس أنا ما فهمت يعني اعتراضك. إحنا كنت في النواحي العقلية تمام، ما في مشكلة. بعدين صرت أتحدث عن الماهيات، رغم أنه ما كنت أتحدث عن الماهيات في النسق الفكري. فيعني باختصار شديد، ما هو اعتراضك؟ يعني إحنا في النسق الفكري قلت لي أن الوجود أنه أعلى كلية تجريدية ومتفقين على ذلك، وأن الأصالة للوجود والماهية تعتبر تجريد أقل. وبعدين بدك تنتبه عزيزي محمد، لأنه ممكن واحد يلقطك عليها في النقاش.
الماهية قضية أو موضوع إبستيمولوجي معرفي يعني، ليس أنطولوجي، فهمت علي؟ يعني ليس بالمعنى إنه وجودي، هو معرفي يعني بدك تحتاج للراصد اللي يكون في دماغه. فبالتالي يعني بقى أنا برى بعض الناس يقدموا خلط بين الموضوع الإبستيمولوجي والموضوع الأنطولوجي. الموضوع الأنطولوجي يعني اللي بيكون قائم بذاته بغض النظر عن إدراكه أو عدم إدراكه من قبل الراصد، لكن الموضوع الإبستيمولوجي هو ذلك الموضوع الذي يكون في عقل الراصد، وليس بالضرورة أن يكون يعني موجود إذا لم يكن هذا الراصد، يعني متعلق بالراصد. هذا ناحية أنا يعني بس بسرعة يعني ذكرتها، لكن ما عرفت أنا شو المقصود أن بالنسبة للانفجار العظيم، أو أنه كنت تقول عن الفيزياء والمادة وشيء من هذا القبيل. ما فهمت اعتراضك يعني، تفضل. تمام، حضرتك دلوقتي ببساطة قلت يا محمد ما تقوليش ايه هي المادة، لأن المادة كلية تجريدية مصادقها في الخارج، مصادقها في الخارج. جميل جدا. طيب أنا مش هسأل عن صفة المادة دي من حيث هي كمادة، أنا مش هسأل عن ده وهسمع كلامك، لكن بما إن المادة كلية تجريدية ذهنيا، ذهنيا ولها مصادق في الخارج، مصادق المادة هي كل الماهيات اللي موجودة دي، إنسان، حيوان، طائر، شجر، حجر، جبل، مية، أيا وممكن كان. تقول لو سمحت كل الجواهر بدل جميل الماهيات. جميل جميل، ما هي برضو جواهر ماهيات يعني، جميل، ما رحناش بعيد لا برضو. لا، ما هو في فرق بين الإبستيمولوجي كما ذكرت لك والأنطولوجي. الموجود في الخارج جواهر، الموجود في الذهن اللي هو الماهيات. تفضل. جميل. في النهاية الكلية التجريدية اللي أنت بتتكلم عليها دي بالنهاية ليها مصادق. طيب أنا بانتزاع وجود المصادق دي، هنا وجه النزاع، بانتزاع وجود المصادق دي، فالكلية التجريدية موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. خلاص؟ طيب الكلية التجريدية دي لما حصل ذهنيا هي موجودة في حال عدم وجود مصادقها اللي هي دلوقتي احنا بنحللها في الخارج. لو سلبنا وجود المصادق دي فهي قائمة في كلية تجريدية ذهنيا. تمام؟ الكلية دي أعم من المادة، فهي حكمها دايما أعلى من حكم المادة، وقطعا هي مش مادة، قطعا هي مش مادة. واضح كلامي؟ بس يمكن يكون واضح، يمكن يكون لا. هلا بحاول أجرب. أنا يوم أضحك يعني مشان أريح، مش على أي كلام ها أو على حدا طب يفهمها ايه رأيك غلط. بقى ان انا فرحت ان انت ضحكت اصلا؟ شكرا. شكرا. هو أنا يعني بحاول قدر الإمكان مشان أريح حالي، مش مشان يعني المتحدث أبدا. يعني ليس على كلام المتحدث أبدا يعني، فلأنه بغض النظر عن أي كلام معناه في شيء يمكن يستفيد فيه الواحد، فبالتالي مهما كانت الفكرة يجب سماعها انت بشكل حبيبي يا جيد. دكتور تخنين، انما تسلم. عدوي دكتور رياض ما رضاش يطلع، انا بعت له المايك اول ما دخل ما رضاش يطلع. ما هو يمكن بدك تحرجه انت تسأله لا عشان. لا لا، اصلا انا هو اعداء على طول وانا قاعد محضر السلاح اهو، ما فهو أعرف مش عارف. طبعا، ما أعرف، بجوز يكون مشغول هو الدكتور رياض، لكن كل واحد عنده يعني ظروف، وأنا بفهمها مرات يوم ما تدعو واحد ويكون مشغول، أو حتى بيكون بيت التلفون مسكر وما بيشوف الدعوة وإنما بيسمع بالبلوتوث أو شيء من هذا القبيل. هو ما أعرف أنا بالنسبة يعني، إذا أنت بدك تأخذ قضية التفريغ يعني مثلا تفرغ الكون من الموجودات، ما بيبقى شيء يعني، ما أعرف يعني. احنا ننظر للأشياء الموضوعية، كرسي أو طاولة أو مجرة أو أي حاجة، في تلاحم بالأشياء اللي احنا فصلناها في داخل الذهن لدراسة تركيباتها يعني وتعميماتها، لكن الوجود الشيء الموضوعي خلاص يعني معناه في الوجود يعني، يعني محتوى في داخله، أو يعني زي ما تقول عند المسيحيين كيف الله كيف الرب أو الإله عندهم تجسد في الناسوت يعني،
دخل اللاهوت في الناسوت. فالوجود كأنه الفكرة الكلية عندنا التجريدية خلاص دخلت في الشيء الفردي، يعني حققته. فبالتالي نقول إنه الوجود والجوهر والماهية يعني العرض إذا بدك يا والمكان والزمان كلها موجودة في الشيء اللي له وجود موضوعي، لأن الشيء الموضوعي الموجود الموضوعي لا يمكن أن تنفصل عنه هذه الأشياء. ليه؟ لأنه أصلا في مراقب. يعني بالنسبة للماهية اللي إحنا قلناها اللي هو في جواهر فردية وفرقنا الجواهر وقلنا إنه هذا ماهيته كذا، تعبير عن الجوهر بشكل يعني مكتمل أكثر من فقط يعني إنه خشب تقول إنه طاولة أو كرسي، يعني ماهيته بتختلف من شيء إلى شيء حتى لو كان الجوهر نفسه. فبالتالي هنا إحنا يعني ما في فصل أبدا للأشياء بالنسبة للمفاهيم اللي إحنا أنشأناها في داخل الذهن. والإنشاء في المذهب العقلي يعني في داخل الذهن للترتيبات اللي حدثت هو فقط للمفاضلة، يعني نرى إنه هل يمكن للكرسي أن يكون له ماهية أو جوهر إذا لم يكن موجود؟ لا. ولذلك إحنا بنخلص لطريقة معينة واضحة إنه الشيء اللي غير موجود في العالم الموضوعي لا يمكن يكون لك إله أنت ماهية، يعني لا يمكن لك أن تبتكر الآن ماهية، أو يعني ماهية معناها إبستيمولوجيا يعني، أو مفهوم أو أي حاجة لشيء غير موجود. ممكن يكون تركيب من أشياء موجودة، بس أنا بقصد غير موجود مطلقا، لا تستطيع أن توجد له يعني حتى كلمة أو مفهوم. ليه؟ لأنه كل ما يوجد في عقلنا مرتبط بالوجود الموضوعي. فبالتالي إحنا إذا كنا يعني عملنا تعديلات أو بيسموها حتى اللي بيدرس في الرياضيات التحويلات، يعني في أمثلة كثيرة عليها بلا منها يعني الخوض في التفاصيل، بس أنت عمليا التحويل اللي بتحدثه في العقل من وجهة نظر ذهنية للموجودات الموضوعية في كلمات متعارف عليها ومفاهيم هي فقط لمعرفة الأنساق الفكرية وكيفية تأثيرها على بعضها البعض. لكن أنت في النهاية مجبر أنك تعود للعالم الموضوعي لتقر بذلك. فما أعرف أنا أنه ما في أي خلاف، لكن أنت في عندك بعض النقاط اللي بسمعها وما بفهمها، أنا ما عارف أستوعبها يعني، وإن كانت بالنسبة لي واضحة يعني. تفضل. طيب الأول بس أنا أعتقد أن احنا وصلنا، يعني وصلنا هنا. ممكن مع الوقت كمان هنوصل أكتر وأكتر وأكتر إن شاء الله بإذن الله يا رب بإذن الله. خليني بس أرحب بالعدو اللدود، العدو الأول. وصل الدكتور رياض، انا برحب فيه كمان. العدو الاول الكلاوس. اخبار الحمد لله تمام. قول لي العالم له بدايه ولا لا، كلمه واحده ودافع عن نفسك بسرعه. بقدر اجاوب بالجهتين يعني. لا هو لا العالم له لا بدايه ليست في زمان وليس له بدايه في زمان، نفس المعنى نفس الجواب نفس المعنى يعني. لا لا العالم من حيث هو نقطة البداية ليست في الزمان، هي هذا الخلاف. جميل، لكن له نقطة بداية. لا نقطة بداية ليست في الزمان. شكرا شكرا. هذا معنى القدم عند ابن رشد يعني. شكرا شكرا. عند المتكلمين هم يقولون يعني نقطة البداية هي يوجد يعني قبلها، ما يعني انه وجد بعد ان لم يكن موجودا. نقول لا لا لم يوجد بعد ان لم يكن موجودا، فهذا المعنى لا، هي هاي النقطة. لو صار في قبل وبعد البداية فإذا هذا بداية زمنية، نقطة في زمان يعني. يعني هو قبلها هو رفض البعدية عندك. رفض البعدية عندك باعتبار الزمان فقط. أيوه عم بالضبط. شكرا شكرا. تمام الحمد لله على السلامة. طبعا احنا ما بنوافقكش اساسا في ده يعني، بس عشان ما حدش يفتكر ان لا، هذا رد اللي بقوله دائما انه يعني الانفجار العظيم قضى على فكره ازليه العالم، وان لا 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 ما قضى على شيء يعني. يعني احنا كنا مستنيين نقطه بدايه، يوجد نقطه بدايه لكنها ليست هذه النقطه، لا ليست داخل الزمان. خلاص ممتاز، نتفق على هو ذلك. تسمح لي اوضح لك كلمه الدكتور رياض اللي انا مش فاهمها. حاضر. لا 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 يعني ممكن للمستمعين فقط، يعني مثلا إذا نظرت إلى الكون يعني بمعنى العالم الذي نعيش فيه بعيد عن النواحي الفلسفية، الجسم الفيزيائي، هذا الجسم الفيزيائي زمانه مباشرة يبدأ معه
ما في زمان إله خارجه، عرفت كيف؟ وإحنا بنعمم أكثر، أنا يعني شخصيا في فلسفتنا بنقول كل موجود له زمانه الخاص فيه، لا يوجد شيء يمكن اعتباره موجود دون أن يكون زمانه ملتحق فيه، لكن ما في زمان قبله، عرفت كيف؟ يعني ما ممكن تتصور زمان قبله إذا كان مثلا إشي مفرد، ما في ممكن زمان إله غيره إلا إذا كان في راصد آخر اللي يكون هو يقيس عنده زمانه، وبالنسبة هذا يعني رقم اثنين يعتبر بالنسبة للأول في زمان. فبالتالي يعني إذا أردت أن تقول بأنه تنقل في زمان لشيء يعني تعتبره هو الأول، وبعدين تقول إنه هل يمكن يكون له زمان، بدك تفترض راصد آخر، بعدين بطل يكون أول، بصير فيه الأول الثاني اللي فرضته، وبالتالي هذاك زمانه، وبصير هذا اللي كنت فارضه أول يعتبر في زمان الإشي الأول الآخر. فهذا يعني ما بعرف إذا وضحتها ولا لا، تفضل. وأنا بالنسبة لي أنا بعتبر ده رأيي، فعادي يعني. المايك كان مقفول. أيوة أنا بقول لك بالنسبة لي بعتبر ده رأيي، فعادي يعني، ده رأيي. شوف يعني الخلط بصير لما نشبه هاي الحركة، أنا حركة مستقيمة، أي حركة مستقيمة لها أول ولها آخر. المشكلة في الحركات الدائرية اللي هسه بسموها موجية، هاي الحركة هاي هي الوحيدة اللي ممكن يكون ملهاش أول وآخر. أما كل حركة، المشكلة تيجي تصور هذه الحركة حركة مستقيمة، لا، بدك تتصور لها أول وآخر، لازم يكون في وين نقطة البداية. هاي هذا المستقيم، تعريف المستقيم هو الذي بين نقطتين، نقطة البداية ونقطة النهاية. ما في مستقيم ما له أول وآخر، الوحيد اللي ما له أول وآخر اللي هو الدائرة يعني كخط يعني. فالمشكلة التشبيه حركة بحركة يعني، فالذهن بتخربط. المشكلة تصورها كيف يعني هيك وما لها أول، لأنك بتصور إنه هو خط مستقيم ولا نقطة بداية. فهي هاي النقطة. وبالتالي الزمان يعني عند الفلسفية هو أقرب للدائرة من الخط المستقيم، يعني بيصور الزمان خط مستقيم أبعد إشي عن طبيعة الزمان، ما مش علاقة بالخط المستقيم للزمان. بتصوروا خط مستقيم وفي الزمان يعني خط قبل، يعني في نقطة بالنص، وهذا ماضي وهذا مستقبل، ما بتتصور. لا ايه رأيك يا باشا محمد؟ يعني نعم 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 يا دكتور دخين، بالنسبة لكلام دكتور رياض علقت ولا مشغول كأنك؟ لا لا لا، أنا كلام دكتور رياض بالنسبة لي احنا ردينا عليه بدل المرة 1000، فاحنا هدمناهم أساسا، فعادي يعني، يعني عادي، احنا بس بنسيبه يتكلم كده من باب إنه يعني الرأي ورأي الآخر، لكن عشان ما نبقاش قمعيين بس، وإلا فهم انتهوا من زمان يعني، أنت عارف. لا طبعا، موضوع الخط الأفقي يا دكتور رياض هو مش محل إشكال أصلا، هو مش محل إشكال، لأنه متلازم إيه؟ متلازم عدم التراخي أساسا، مفيش فيه تراخي، هو في نفس النقطة. فالإشكال كله في رأسا، والقدم والحدوث ينسب لرأسا مش لأفقي. فالأفقي عادي، قلت فيه كده قلت فيه كده، مش هو محل الإشكال أصلا، ولا لا يا دكتور رياض؟ هو شوف يعني هاي النقطة، الأول هو المبدأ في الفلسفة. لما أقول أول الشيء يعني مبدأه، هل العالم هي نحن لما نسأل له أول يعني له مبدأ؟ نعم. بتقول المبدأ يعني ليس في زمان؟ نعم له مبدأ. بتقول المبدأ في زمان يعني؟ بتقول لك لا ملوش مبدأ، هي هيك. فنحن نقولها بمعنيين، له يعني ليس له مبدأ في الزمان، وله مبدأ ليس في زمان. اللي بركز في الجملة بيكتشف نفس الجملة، يعني له مبدأ وليس له مبدأ نفس المعنى. أنا والله أكثر من مرة قلت كأنه لفظي، كأنه الموضوع لفظي. وأنت محمد أقرب واحد للفهم، لأنك أنت الوحيد اللي بتعترف أن نقطة البداية ليس في الزمان، يعني ما عندك مشكلية فيها. لا البقية ما عندك عنديش ما مشكلة، عنديش ما عنديش إشكالية فيها أنت ما صراحة. عندك مشكلية فيها، وبالتالي خلاص ما في خلاف، أنا هذا المطلوب فقط يعني. بس ممكن أنا تصوري الفلسفي للكلمة أقول لكم إياه بصراحة كالتالي: يوم تقول هناك مبدأ وليس في زمان، أي لا يوجد راصد آخر،
لأنه إذا بدك تفترض في زمان يجب أن يكون راصد آخر له زمانه، واللي بتقول عنه ليس في زمان أو مبدأ حدث في زمان الآخر. إذا لم تقل أنه لم يكن في زمان معناها لا يوجد شيء آخر أصلا. هذه هي النقطة اللي حابة أوضحها أنا. تفضل. ويعني بس عشان نوضح، يعني الفلسفة لو تقول له مبدأ ليس في زمان، مش الإله طبعا، ما بتكلم عن الإله، لسه في 3 درجات نطلع لفوق قبل ما نصل، لسه احنا بلشنا، يعني النقطة انه بلشنا طلعنا من داخل الزمان، بس في لسه هذا مش الإله، هذا جسم، هذا ما يتكلمون عنه جسم، ماشي. فبس عشان نوضح يعني، لأنه عند الفلاسفة عندهم يعني أجسام ليست في زمان، وعندهم أجسام في زمان اللي بيسموه الكائن الحادث والأجسام الأزلية، قصة يعني قصة طويلة. بس النقطة انه قاعد بنتدرج في الصعود، وهذا التدرج يعني مش على مزاجهم لانه حابين تكون هيك. النقطة المرجع الواقع المحسوس، دائما انك ترجع لازم تتحسس الواقع عشان تتأكد انك مش ضايع في اوهام افكارك. يعني كل ما تطلع درجة بدك ترجع تتحسس الواقع، وانه احنا لساتنا عايشين في الواقع يعني. طب بس بالنسبة للواقع ده عامل لي اشكال يا دكتور رياض. ليش عامل لك اشكال؟ والله يعني مع يا دكتور تخنين بقى، يعني ابوس ايدك بقى يا اخي، يعني مش كده مش كده. انا اعرف عنك ليك راي معين في الموضوع ده، وراي صريح زي ما بتقول ان انت موافقني في اصاله الوجود وكده، وانت موافقني برضه في ان العالم الموضوع لا يمكن التشكيك فيه، لا باعتبار انه ننطلق من كونه مسلمه، لا هو لا يمكن التشكيك فيه اصلا قطعا لا يمكن. بس عزيزي هو الخلاف، انا كنت حاضر عليه. شوف القضيه المسلمه ممكن الاتفاق عليها انها لا تحتاج الى برهان، لكن يمكن تخطئتها. يعني اي مسلم انا وياك ممكن نتفق انه زوايا المثلث 180 درجه، بس هل يمكن تخطئتها؟ نعم ممكن تخطئتها في السطوح الكرويه، يعني على السطح يعني الكره الارضيه من الاعلى او من الداخل تختلف مجموع الزوايا، فبالتالي يمكن تخطئتها. بس انت يعني برضو تكون كده غيرت مشروطة. هوية الشيء يا دكتور، غيرت هوية الشيء. لا بس انا كنت اكمل لك، انها بتكون مشروطة في ضمن النسق الفكري المبني للمجموعة، بتظلها صحيحة. خارج ذلك النسق يعني كل السطوح المستوية فيها المثلث 180 درجة، وتستطيع ان تبني على ذلك الى ما شئت. لكن اذا خرجت من المجموعة الى مثلا الاسطح الغير، يعني مثل هندسه ريمان او غيره، الى الاسطح يعني المنحنيه، فخلص خرجت من المنظومه من المجموعه، ولا ينطبق المسلم وليس صحيح المسلم، فبالتالي البنيان بيكون غير صحيح. فبالتالي انا بقول لك اذا اتفقت انا وياك على المجموعه والمسلمه عادي ما فيها مشكله. لا انا اتكلم على الواقع المدرك من حيث هو يا دكتور، بالنسبه لنا احنا يمكن التشكيك فيه في تحققه ولا لا؟ عشان كده انت كنت مستغرب ان انا دايما اقول حقيقي حقيقي حقيقي. ايوه انا عارف حقيقي، لانه في احتماليه لانه والله يكون الموضوع يحتمل، وبالتالي نروح لسوبر ماريو ونروح لكائنات فضائيه. لا ما هو انت اذا بترجع لديكارت يوم حاول انه يثبت وجوده، يعني ليش طيب دخل في موضوع من هالنوع اذا كان القضيه يمكن استخدام يعني المسلم؟ طب تعليقك انت ايه يا دكتور ديكارت؟ ما هو حتى انا لاحظت انه انا انتقدت مثلا ملحد جزائري يوم ما دخل في موضوع من هالنوع، هو استخدم تعبير ديكارت انا افكر اذا انا موجود، ورغم انه انا بفكر لانني موجود. انا بقول يعني الوجود هو الاصالي والتفكير شيء ثاني. بالضبط. ففي فرق. الاخيره بقى ما كانش ده موقفك بصراحه، يعني صراحة. لا المسلمة ممكن قبولها بأغض النظر عزيزي. أنت يعني أفكر خلى الآن بعيد عن العاطفة، وهي الدكتور رياض ما دام في عندك مسلمة وأنت متفق عليها تبني عليها كل العالم، بصير ما في مشكلة، تعتبر حقيقة خلص ترتكز لها. لكن طبيعة المسلمة هل يمكن تخطئتها؟ نعم، عندما تخرج من المجموعة التي تنبني عليها المسلمة فليس لك الحق في عمل بناء فكري. يعني قلت لك أنا ما دام في مثلث على السطح المستوي بتتحدث عنه ابني قد ما بدك كله صحيح، لكن إذا خرجت عن السطح المستوي للسطح الدائري ببطل كلامك صحيح. فهنا المقصود فيه إنه ما تكون ناحية عاطفية وخلص نقص الآخر لأنه إحنا معاكسين له. ما دام أنتوا متفقين على مسلمة معناها صحيحة. تمام. هل الكلام أصلا يا دكتور عن كان عن حالة الانتقال من الحالة دي، ولا كان الكلام على الواقع بما هو واقع؟
بدون أي انتقال. ما أكيد هو طبعا مع أي الواقع انتقال له ظروفه وله حيثياته، أكيد يا طبعا. عزيزي محمد، الواقع الموضوع ليس بهذه السهولة. أن تأخذ بإثبات منطقي، يعني أنت الآن لو بدي أسألك، هل تستطيع أن تثبت لي الواقع الموضوعي بشكل منطقي؟ ما ليش دخل ديكارت في الموضوع طب ما هو ده اللي اتدخل، وسقفوا لكم؟ ده اللي الراجل بتاعنا اتدخل ساعتها اصلا علشانه، وقال ان انت علشان تستدل على المسلمات دي استدل، هتستدل عليها من بره، ولو استدلت عليها من داخلها من نفسها فهيكون استدلال دوري، لا ولو انت لا، استدللت افهمني، عليها من من بره داخل هقول لك دلل المجموعة دلل. يا عزيزي محمد، في فرق تقول من خارجها أو من داخل المجموعة. يعني من داخل المجموعة التي تنبني عليها كله تمام، ما في مشكلة. الآن تثبت بالنسبة حتى للبديهيات العقلية، وأنا قلت أمام كل الغرفة وما زلت عند موقفي، البديهيات قانون عدم التناقض والهوية والذكية. طيب، ما هل يمكن الاستدلال عليه بطريقة أفضل؟ نعم، من التجربة. من أين يأتينا؟ هلا واحد انت حيوان منوي مع بويضة، في داخلهم برنامج اسمه قانون عدم التناقض؟ لا، ما في. لكن البشرية في تجربتها الطويلة للغاية أصبحت عندها هذه البديهيات العقلية، يمكن بالتربية والتعليم تعليمها للآخرين، لأنه خلص لا تحتاج أنت. يعني اللي بيجرب المجرب عقله مخرب، هيك بيقولوا عندنا. ما دام البشرية وصلت إنه هذا صحيح 100% وبديهيات عقلية، بناخذها بالتعليم، لكنها إلها واقع من العالم الخارجي، لأنه ما أجت هيك الفكر لحاله يخترع شغلات. ما الفكر لا يستطيع أصلا كلمة واحدة لشيء غير موجود إنه يوجد لك إياها. إذا أوجد لك إياها وقال لك مثلا كركمون، تسأله ما هو؟ يبدأ بالتعريف، التعريف يكون تركيب من الأشياء الموجودة. ما بيستطيع إنه يجيب شيء غير موجود. فهمت علي كيف؟ هو فكيف بدك يكون بديهيات عقلية مثل قوانين من هالنوع تأتي من شيء غير موجود؟ مش طيب، هو ممكن. قانون عدم، قانون عدم اجتماع الناقضين هو بالأصل على الهوية عايز تقول حاجة يا أستاذ مهند أبو معتز؟ نعم، إذا تسمحوا لي. السلام طيب عليكم. لا لا طبعا اتفضل اتفضل. فيما تفضل به الأستاذ تخمين أنه المسلمات قد تختلف، يعني هو أراد أن يقول باختلاف ظروفها، يعني المثلث كما ضرب مثال، عفوا، كما ضرب مثال في المثلث، نحن لا نقول أن المسلمة تغيرت أو يمكن نقضها، نقول أن المسلمة الفلانية، المسلمة ألف، في الظروف ألف هي مسلمة، والمسلمة ألف عندما تنتقل إلى ظروف باء ستصبح مسلمة من نوع آخر، أي بمعنى أنها ستكون خاضعة لنفس القوانين ولنفس التسليم لكن بالظروف الأخرى. يعني الموضوع ليس عبثيا، ليس هكذا والله أنا أأتي وأقول، يأتي مهند ليقول والله بما أنه المثلث في الهندسة المجسمة أو الهندسة، بقية أنواع الهندسات تختلف زوايا عن المثلث في على السطح ثنائي الأبعاد، فإذا أنا أضرب المسلمات وأخرج بمفاهيم جديدة. هذا الكلام خاطئ. يعني المختصر هنا يعني له، أيوة يعني أنت قصدك المختصر معنى كلام، عشان برضو اللي بيسمع يكون برضو معانا في الصورة، معنى كلامك إن إحنا بنتكلم على الشيء بطبيعته زي ما هو، لو اختلف حاجة الاختلاف ده موضوع تاني. بالضبط. كمان نتكلم تمام. عن يعني الماء يغلي في درجة حرارة 100 في الظروف تمام. القياسية، هذه ثابتة، لا أني ولا أستاذ تخنين ولا أي واحد يقدر يغيرها، هذه مسلمة. لما نزيد الضغط أو نضيف مواد أخرى تساعد على أن تجعل الماء يغلي في درجة حرارة أعلى أو أقل، هنا تصبح المسلمة في ظروف أخرى أيضا مسلمة، لكن في ظروف أخرى. يعني هي تبقى المسلمة مسلمة، لكن الظروف عندما تلاعبت في الظروف طيب استاذ جعلتها هنا مهند، مسلمة استاذ مهند، ما ايش الاختلاف عن اللي قلته؟ يعني انا مش فاهم. لا، الاختلاف فقط في جزئية انه نضرب المسلمات لانها اصبحت مسلمة في ظروف اخرى، لا نقول إذن هكذا، لا لا نقول لا هي إذن مسلمة عزيزي انت مسلمة. ما فهمت كلامي معناه. لا لا، فهمت كلامك تماما استاذ. لا لا، انا بوضح للجميع انك ما فهمته، انا مستعد كيف. اثبت. انا قلت انه المسلمات اللي كان الحديث يدور عنها ما دام متفق عليها فالبناء ضمن شروطها مقبول ضمن مجموعتها. اذا اختلفت تلك المسلمات هل يمكن اثبات انها خاطئة؟ نعم، اختلفت يعني المسلمات والظروف التي وقعت فيها المسلمة. ما هو بتختلف المسلمة عندما تكون لا. الظروف خرجت عنها. أشوف يا أستاذ كيف يعني؟ يعني باوع، إذا أنا كلامي صحيح.
عزيزي مهند كلامك غير صحيح وما خلتني أكمل. أنا بقول لك إنه أنت حتى بالنسبة للمسلمة، إذا كنت أنت تستطيع أي مسلمة إثبات خطأها لأنها ليست عامة، فبالتالي أي بناء يحدث خارج نطاق المجموعة التي بنيت عليها يكون خاطئ. لا أستاذ، هذا ما اتفقنا. طيب يعني إذن كلامي هو الآتي يا أستاذ تخنين، لا نحن نقول لا نستطيع أن نقول إن المسلمة غير مسلمة لأننا نقضناها. أنت لا تستطيع تغيير إن مجموع زوايا المثلث 180 درجة أبدا، لكن المثلث أو ما يسمى بالمثلث لو جعلته في ظروف أخرى تؤثر على المثلث لتعطي شكلا آخر، سيصبح هنا مجموع زوايا المثلث تحت هذه الظروف أيضا مسلمة، سواء كانت مش مجموع مسلمة. زوايا ميسية. شو اسمه طيب بيكون؟ يعني احنا نسميه اصطلاحا مثلث، لكنه هو مثلث في هذه ما هذا الظروف، اللي بنقوله عزيزي. انت بتحاول، لكن هو ايضا تحول الى مسلمة اخرى. يا عزيزي، انت ايديولوجيا بدك تعارض حتى لو انه طار وعن ولو عنزه. انا بقول لك اسمه مثلث، ما دام في عندك انت مثلث على سطح مستوي او على سطح استاذ محمد، خليني شوي يا استاذ. طيب ماشي يا دكتور تقنين. الو نعم نعم انا مش عايزك تعصب. معك ممكن مش عايزك تعصب. لا لا لا، ماكو تعصب، بالعكس استاذ محمد، لا مش معصبين، بس احنا بنقول مثلث، هذا مثلث على سطح مستوي رسمته او على سطح دائري مقعر من الاعلى او من الاسفل. قد مجموع زوايا استاذ؟ اسمعني يا عزيز، انت يعني انت مبين بدك تعارض، لانك بدك تعارض. مو اعارض يا استاذ، هذه مقدمات، يا رجل انا ضرورية. حتى لا اريد، خلاص ما انت حر، عارض زي ما بدك واحكي اللي بدك اياه. طيب مش معقول اهم شيء لا تعصب، مش معقول يكون الانسان لهالدرجه يعني ايديولوجيا. طيب امامه واحد واقف وبقول لك لا هذا مثلا باب، مش معقول يعني. طيب المسلمات اقرا شوي صغيره في ويكيبيديا، اي مسلمه طيب. اذا انت بنيت من داخلها يحق لك ذلك، اذا انت خرجت عن نطاقها بمعنى تستطيع اثبات خطاها معناه لا تستطيع بناء مجموعه من خارجها. واحنا بنقول لك انه ما دام في عندك مثلث، المثلث على سطح كروي او على سطح مستوي او ان شاء الله وين ما يكون اسمه المثلث، المثلث اللي على السطح العادي يسمى 180 درجه على السطح المستوي، على السطح الكروي بيكون الزوايا تختلف. لا إذا لا 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 استاذي المثلث على سطح الكرة مجموع زوايا. معك رجاء، انا ما راح طيب. معك اصلا اذا انا راح اخذ مداخلتي وما اتكلم وراك. طبعا استاذ تقنين ذكر كلام خاطئ علميا تماما، انا رجل مهندس واشتغل في الهندسه ومختص بها. المثلث قياس زوايا المثلث على سطح كلام شخصي خاطئ، لاني بقدر احكي طيب. عنك انا اضعاف ذلك، فما بدنا طيب. بعتذر منك لو اتهمت كلامي خطا، رجاء منك. يعني احكي للغرفه طيب. ما تحكيش لي صح تؤمر. يا اخوان، المثلث على سطح الكره، على سطح الكره مجموع زوايا والسطر راح راح سطر سطر. طيب يا ابو معتز انت هنا سامع؟ طيب او كريم، انا كريم عايز تقول حاجه على ما يرجع؟ كان عندي نقطه. صوتك واطي على فكره كريم، الصوت كده كويس. احسن. طب خلوكم معايا دي. ابو معتز رجع اهو. معتز معانا؟ طيب الصوت كده تمام؟ كده تمام. معتز طيب الصوت القطع عندك يا معتز؟ سامعني يا شباب؟ سامعينك سامعينك، اتفضل. انا كان في نقطه بس عايز هو الدكتور تخنين ماشي؟ الدكتور تخنين موجود، كنت عايز استوضح بس نقطه الخلاف ما بينكم. الان صوت موضوع. الو، واضح يا ابو معتز. انا فقط جزئيه بسيطه، اعتذر من الاخ اللي كان يتكلم. فقط يا اخوان، مجموع زوايا المثلث على السطح الكروي 180 درجه، لان السطح الكروي سطح مستوي انقيس بالف وباء فقط، يعني سطح ثنائي الابعاد. فالمساحه مجموع زوايا المثلث على السطح الكره هذه معلومه 180 درجه. المثلث في ظروف اخرى سيختلف مجموع زواياه، لانه سيكون في ظروف اخرى تماما، كما نقول في الماء، وما كان كما نتعامل مع تصليب المواد، مع تقسية المواد إلى آخره. عندما نغير الظروف تتغير المسلمات، والمسلمات ستصبح مسلمات أخرى لأنها في ظروف أخرى، لكنها لا تتحول من مسلمة إلى غير مسلمة أبدا،
هي مسلمة هنا في هذه الظروف متفق عليها، عندما نجعلها في ظروف أخرى ستصبح مسلمة أخرى متفق عليها في هذه الظروف. وتحياتي. طيب يعني